هو معايا تحت الهيش. هو بوظ بوظته. أول حتة يا جماعة أهو، الحتة دي حوالي ربع كيلو أهي، دي بتتحضر بالطريقة دي، وهسيب لكم اللوكيشن بتاعها مكانه هنا. يعني الحاجات دي أنا باخدهاش، أنا قلت الكلام ده كذا مرة، أنا هرميه تاني عشان أنا باخدش الحاجات دي. المكان ده بالظبط هسيب اللوكيشن بتاعه في اول تعليق او في صندوق الوصف. هل كده يا معز؟ بس القراميط بتاعته جربانه اهي. انا ان شاء الله هرمي رميه تاني عشان بس اشوف العلفه اشتغلت ولا لا. هرمي رميه تاني، لو جبنا حاجه هوريها لكم، ما جبناش حاجه انا هقفل الفيديو على كده. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة أنا طالع إن شاء الله على مصرف قرموط. في ناس كتيرة جدا جدا سألتني عن المكان، والنهاردة إن شاء الله هعمل لوكيشن للمكان، وكمان عشان عم حنكش أول مرة يطلب مننا حاجة، جاي برضو عشان أقول له المكان شغال ولا لا، هو كان نزل علينا قبل كده عم حنكش بتاع الطيارة. في ناس حبايبنا كتير جدا كلموني على المكان، وانا جاي اعمل لهم لوكيشن واقول لهم ظروف المكان هنا بياكل ازاي. طبعا احنا حذرنا من موضوع القرموط، وقلنا ان القرموط من الاماكن اللي زي دي ما بيبقاش كويس خالص، وبيبقى حامل سموم في جسمه. احنا اتكلمنا في القصه دي كتير ومش هتكلم فيها النهارده. القرموط ده اللي عايز ياكل القرموط من المكان ده لازم يحطه في ميه نظيفه لمده 15 يوم او شهر على الاقل، والبخه اللي هنا هتطلع معاك صغيره، يعني هتطلع معاك قراميط ارباع. المية اللي تحطها فيها تكون مية طرمبة أو مية نيلي أو مية من أي ترعة نظيفة أنت تكون واثق إن الترعة دي ميتها نظيفة. التحضير بتاع القرموط هنا، شايفين العلفة دي، العلفة السودا والبيضة دي، دي علفة اسمها 21%، علفة فراخ وأرانب، ماشي؟ دول مكلفين كده الكيس ده بتلاتة جنيه، وبيضة بكسر البيضة كده اهو في المنظر ده جوه الكيس اهو. شايفين يا رجاله البيضه جوه الكيس اهي، وراح جايب ميه اهو، ميه كده اهو، هو بروح سايب الكيس كده لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق، بيتعجن معايا، بيبقى عجينة بمسكها وبرميها في المكان اللي أنا هصطاد بيها، وهوريكم هرميها ازاي لما نبدأ المكان. اعتبروا ده إن ده طريقة تحضير المكان. أنا هأكل النهاردة بتوع مدود الأرض، وما بعملش عنكبوت ولا الكلام دوت. أدي تحضير الدور بتاعك، بتحضر بالطريقة دي عشان تجمع فيه القرموط هنا، ان هو القرميط اللي وزنها ارباع دي، بتحضر بالطريقه دي. هو شويه كده واول ما تتخمر هوريكم احنا هنعمل ايه. اهو يا شباب بعد ما شرب الميه بقى بالمنظر ده كده، اهو بقى بالمنظر ده، بعمل منه حتت زي كده وارميها في الدور اللي انا هشتغل فيه، وعشر دقايق وبنزل عليه بيكون زفر أرضية الدور وبنزل عليه بطعم. أنا دلوقتي هعمل كام واحدة كده وهقف في المكان اللي هقف فيه، هزفر وأشوف الدنيا فيها إيه، ولو جت حاجة هوريها لكم. بس هي ده الشكل النهائي بتاع التحضير المكان القرموط اللي هنا، ويشتغل برضو تحضر المكان العشوائي للبلطي. لو هتأكل في مكان لأول مرة بالغلة تقدر تعمل له الخلطة دي، ولو هتاكل برضه في اي مكان وعايز تحضر سمكه بتحضر نفس الطريقه بالظبط. خليكم معانا وان شاء الله لو جت حاجه اوريها لكم. المعده المستخدمه يا شباب سن رقم 4 ملوي اهو، حمصايه صغيره خالص سناده، غماز
بتاع غلة صغير خالص، كل الرمال منها فيها، ما فيش فيها اي مبارات ولا فيه فيها اي حاجة، والسن مترمل على الطريق كله منه. فيه الشعر ده 35 العود 3 متر، المكنة اي مكنة، ويستحسن تكون مكنة صغيرة. ان شاء الله هنرمي ونجيب حاجة عن مرقبكم باذن الله. اهو يا شباب احنا هنعمل كده اهو، هكذا معز حتة جوه اهي، برمي بالطريقة دي كده في المكان اللي انا هشتغل فيه ده كله. اهو بعمل هنا عارف كده معز، اهي كرة تانية اهي، بينزل ده في الارضية بيدوب، بيختلط بالطين اللي في الارضيه تحت، بيعمل ريحه بقى، هو بيجي يدور على الريحه دي بقى بيعطل في الطعميه بتاعتك اهو. بس كده نص ساعه ان شاء الله، ربع ساعه تشرب كوبايه شاي وتنزل بقى ايه عليها. ودي لو فضت معاك عادي مفيش مشكله، تقعد معاك يوم واتنين واسبوع ولونها هيتغير، وتقدر تشتغل بيها وتزفر بيها في اي مكان تاني، وتزفر بيها على البلطي وفي اي سمك. احنا رمينا اهو، والله المستعان. خليكم معايا، هو معايا تحت الهيش. هو باظ بوظته اهو. اول حته يا جماعه اهو، الحته دي حوالي ربع كيلو اهي، دي بتتحضر بالطريقه دي، وهسيب لكم اللوكيشن بتاعها مكانه هنا. احنا يعني الحاجات دي انا باخدهاش، انا قلت الكلام ده كذا مره، انا هرميه تاني عشان انا باخدش الحاجات دي. المكان ده بالظبط هسيب اللوكيشن بتاعه في اول تعليق او في صندوق الوصف. هات كده معز، بص القراميط بتاعته جربانه اهي. انا ان شاء الله هرمي رميه تاني عشان بس اشوف العلفه اشتغلت ولا لا. هرمي رميه تاني، لو جبنا حاجه هوريها لكم، ما جبناش حاجه انا هقفل الفيديو على كده. خليكم معانا. احنا دلوقتي يا شباب خلصنا الفيديو، الهيش فيه قرموط تاني جه معايا ووقع، فانا اصلا كده كده ما بستخدمهاش في حاجه، فانا باجي نص ساعه كده هنا وامشي. انا جيت هنا عشان في ناس كتير جدا طلبوا يعرفوا طريق المكان، وانا قلت ونبهت 100 مره ان المكان ده ميته مش نظيفه، ولو حد هيجيب قراميط او يجيب حاجه من المكان ده لازم يخليها في ميه نظيفه اطول فتره، 15 يوم شهر على ميه نظيفه. ده بالنسبة للناس اللي بتحب القراميط ومش قادرة تستغنى عنها. احنا كده جربنا العليقة، هي بتشتغل هنا بالعليقة، بتعلف بالعليقة وبتأكل بطعم عادي، ما بتعملش عنك زي ما شفتوا في الفيديو. احنا كده خلصنا الفيديو، وان شاء الله هتلاقوا اللوكيشن بتاع المكان في اول تعليقة وفي صندوق الوصف. ولو عجبك الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.